المغرب مجددا في قلب الاهتمام العالمي بقضايا المناخ. النسخة الثانية من القمة العالمية للمناخ للفاعلين غير الحكوميين تنعقد بأجادير، وتعرف مشاركة مكثفة تجاوزت توقعات المنظمين لتصل إلى حوالي 5000 مشارك. ملتقى يسمع صوت الفاعلين في المجتمع المدني، الجماعات المحلية والقطاع الخاص للدفع بالحكومات لاتخاذ القرارات العملية التي تساعد على حل مجموعة من الإشكالات المناخية. المجتمع المدني من خلال اليوم ما يشهده العالم، من خلال دستور المملكة، من خلال الحركة اللي تعرفها بلادنا، يمكن أن يكون له دور أولا للضغط على الحكومات أصحاب القرار السياسي والاقتصادي وعلى أصحاب الإنتاج، ولكن أيضا من خلال توعية المجتمع، الحفاظ على التعبئة. ثانيا إيجاد حلول لإشكاليات مطروحة، أساسا الإشكاليات المرتبطة بالتمويل والإشكاليات المرتبطة بتهيئ المشاريع ويعني المنهجية المرتبطة بتفعيلها. النقطة الثالثة هي في على مستوى تعبئة الفاعلين الغير الحكوميين، والنقطة الرابعة هي التزام بلادنا. فرصة للفاعلين غير الحكوميين المهتمين بقضايا التغيرات المناخية لعرض آرائهم مقترحاتهم ووضع أرضية لإعادة تقييم المساهمات الوطنية المرتبطة بمحاربة الاختلالات المناخية في سياق بلورة خطة عمل موحدة محورها تنزيل اتفاق باريس. تغيير نموذج التنموي واتخاذ إجراءات عملية سواء على مستوى تدبير الماء أو الطاقة أو الفلاحة أو الصيد البحري أو كذلك المدن، تدبير المدن، كل هذه لا يمكننا إلا أن نؤكد على الدور الحيوي للجماعات المحلية، للقطاع الخاص، للمجتمع المدني بكل أطيافه. عالجوا الأضرار الرئيسية ديال ليكسيفيا اللي هي أولا أضرار بيئية ولكن أضرار صحية كذلك، والرائحة الكريهة اللي هي كنظن بأن الرأي العام والمواطن المغربي راه يعاني منها في جميع المدن. ملتقى من 3 أيام سيعمل خلالها مشاركون قادمون من بلدان مختلفة من العالم على التداول حول مجموعة من القضايا التي تهم التحولات الإيكولوجية، التشغيل، الماء والزراعة والغابات والمحيطات، ثم الابتكار وتدبير الموارد الطبيعية إلى غيرها من المواضيع.